سوار ذكي من أمازون يقيس النبرة الودية للتعامل مع مديرك. أعلنت شركة أمازون طرح سوار أمازون هالو، يمكنه رصد درجة الود في الشخص عن طريق نبرة الصوت، ويتميز بوظيفة تحدد إذا كان صوت حامله يعكس مزاجاً إيجابياً أم لا، للتعامل على سبيل المثال مع مديرك. ويحلل السوار توزيع الدهون وقوة الحركات خلال التمارين الرياضية ونوعية النوم ووتيرة نبضات القلب، ويبلغ سعره 65 دولاراً ويمنح اشتراكاً لمدة 6 أشهر بالوظائف المتقدمة. ولدى السوار ميزات مثل مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، ما يجعله مناسباً للسباحة أو الاستحمام. ولا يمتلك سوار هالو شاشة حتى يركز المستخدم على حياته، لكن يأتي التطبيق الهاتفي المصاحب للسوار ليحصي النتائج، ويستخدم التطبيق كاميرا الهاتف لإنشاء مسح ثلاثي الأبعاد للدهون في الجسم، كما يحلل نبرة الصوت. شاركنا رأيك.